هذيك الكلمه ويا ويلك نهار تبدل صنداله انتوما يا الشفاره وانتوما يا هادي وين فرحت انت مثلا عندك 10000 درهم كي عندك في البيجي ولا تخرج منها مثلا واحد 10000 درهم تخرج منها واحد 200 كفه هي اللي غتقدر تخرج فانت اللي كتبدا دير الجر كتبدا تشوف 200 اسره هذيك 200 اسره كتبدا من الافقر فالاقل من فقرا وغادي هبط هبط ملي كتوصل ل 200 كتحبس تعطيها تبيع باش تجيب فلوس خصها تبيع كلوه وراه جميلة فكتبقى غادي يلا 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 توصل ل 200 تتحبس الاخرين اللي تحت ال 200 لا نشكك في نياتهم ربما تا هما من الناس اللي محتاجين لكن راه ما عندناش بال ملي كتوصل عنده وما كتعطيهش كيقول لك اودي راه هادشي اللي كاين راه هذا هو القضاء هذاك اش يخرج فيه نتوما يا الشفاره وانتوما يا هادي وحنا عقلنا بكم وهادشي سميتو يا ويلك عرفت تبدل صنداله خلي تبدل طوموبيل او لا تجيك شي بريم وتمشي تشري دار لا 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 صنداله تبدلها تكون كنتي كتلبس مثلا هذيك مكتوبه فيها باديداس فهمتي هذا الايميتاسيون وسهل عليك الله ودبرتي على شي خصنا يديرها باديداس هذه قلت لكم ها فلوسنا ماهوش عندنا حنا غدا ودا يكتب لك في المنشورات اما الا طاح في شي وحدين مثلا اللي هما حيت كاين الناس يكرهون العمل التطوعي وعندهم بعض المنابر الاعلاميه تحب الخوض في مثل هذا فيما تيبان لهم شي واحد تيدير الخير تيقول لك اجي نقرضوه وتيبداو يلسنوا عليهم راه الانسان يتعب اقسم لكم بالله الانسان يتعب نفسيا تيقول انا مالي هذا القاع مش طيارات وكيبدا الضغط المجتمعي تمشي مثلا عند الوالده ديالك وتقول لك وليدي راه لقيتهم تيقولوا عليكم ديك الهضره والله كنت على حاجتك وليدي خلينا نبداو ندير شي حاجه وجلس انت والزوجه تقول لك ودي وانا الحاله هذه راه ولاو الناس تيجيو تيدقوا علينا في الدار وكيقول لهم عطونا رزقنا والدراري كيسمعوا الكلام كيكون عليك ضغط فداك الشيء علاش الله سبحانه وتعالى يا ودي ما تكتاش راه شي كيدير يستاهل لكن انت بحسب داكشي كيعطيك